هناك طرق عديدة للاحتفاظ بالجسم، كما تظهر الممارسة أن أكثرها فعالية هو التجميد الطبيعي. بفضلها يجد العلماء بقايا محفوظة جيدا لمخلوقات منقرضة منذ زمن طويل، والتي لا يصدق دائما بوجودها. هذه الطبيعة البرية، في هذه الحلقة سترون حيوانات نادرة وجدت مجمدة في الجليد. هيا بنا. حيوان مجمد، كيف تتخيل حيوانا متجمدا؟ شخصيا أعتقد أن مواجهته بكامل نموه في مكعب من الجليد مثل هذا أمر لا يصدق. بعد كل شيء، كل كائن حي سيقاوم حتى آخر نفس في محاولة للخروج، ولا يقف في مكانه ويتجمد. مع ذلك انتشرت هذه اللقطة، ويقول الكثير من الناس إنها حقيقية. أنت ماذا تعتقد؟ هل يمكن للحيوان أن يتجمد حقا في مثل هذه الوضعية، أم أن هذا مجرد تزييف؟ أخبرني في التعليقات. أسد الكهف، منذ زمن تعد الأنواع الفرعية من هذه الحيوانات منقرضة، لكن كانت في يوم من الأيام هائلة وقوية للغاية. يعتقد العلماء أنه ربما كانت الأكبر بين الأسود في التاريخ. إن دراسة النوع الذي رحل منذ زمن أمراً صعب، لذلك يستكشف العلماء باستمرار مناطق مختلفة، فتمكنوا من العثور على مومياء شبل أسد من هذه السلالة عمرها أكثر من 28,000 سنة. وجدوه في سيبيريا الثلجية، تم الحفاظ عليه بسبب حقيقة أنه كان في الجليد، لدرجة أن الناس يمكن أن يروا حتى شعيراته. سمي هذا الذي عثر عليه باسم سبارتا، وتم نشر الدراسات حوله بالمقالات العلمية. ويقال إن الاكتشاف لم يقتصر على الشعيرات فقط، معها عثر على الأعضاء الداخلية للحيوان والجلد والشعر والأنسجة الرخوة في حالة ممتازة تقريبا. يوكا، هذا هو اسم مومياء فريدة لماموث صغير تم اكتشافه عام 2010 على بعد 30 كيلومتراً غرب مصب نهر كوندراتيفو في سيبيريا. يتجاوز ارتفاع الفرد 150 سنتيمتراً، ويبلغ طول الجسم من قاعدة الجذع إلى الذيل 205 سنتيمترات. إن ذيل أنثى الماموث هذه قصيرة وتزن حوالي 500 كيلوغرام عندما كانت حية. وفقاً للتقديرات الأولية، توفيت منذ أكثر من 28,000 عام عندما كان عمرها 6 لـ 9 سنوات. ما يميز هذا الاكتشاف هو أن أنسجتها الرخوة وفراءها محفوظة تماماً، مجدداً ذلك بفضل التربة الصقيعية. هناك علامات متعددة على جلدها من عضات وجروح من قبل الحيوانات الأخرى. ربما كان هذا هو سبب وفاة الماموث، لكن الشيء المدهش بالنسبة لي هو دماغ الحيوان. بالرغم حقيقة أنه ظل في الجليد لآلاف السنين، إلا أنه مشابه لدماغ حيوان متوفى مؤخراً. قدمت الأبحاث التي أجريت على يوكا معلومات حول سمات دماغ الماموث، بالإضافة للوظائف الحركية النفسية الأخرى له. مستعمرة بطريق أدري القديمة. يعتبر بطريق أدري أحد أكثر الأنواع البطاريق شيوعاً. يأتي اسمه هذا من زوجة الملاح والمستكشف الفرنسي جون دومون دورفيل، والتي اكتشفت عام 1840 أرض إدلي في القارة القطبية الجنوبية، وعثر على هذا البطريق. منذ ذلك الحين درس العلماء هذه الأفراد بعناية، ولم يجدوا شيئاً مميزاً فيها. مع ذلك مؤخراً ما زالوا يجدون ممثلي هذا النوع، والتي يمكنها رفع حجاب الغموض. بعد كل شيء، أنا أتحدث عن مستعمرة قديمة عمرها حوالي 5,000 عام. كانت الجثث المحنطة ملقاة على الحصى ومختلطة بعظام وريش طيور أخرى. المدهش هو أن جميع الأشياء التي تم العثور عليها تبدو جديدة للغاية، كما لو أنها ماتت منذ لا يزيد عن 5 لـ 10 سنوات. منذ عام 1901 عندما تم اكتشاف كيب إريزار، لم تعش بطريق إدري هنا، رغم أن مستعمرات هذه الطيور منتشرة في أنحاء بحر روس، ويبلغ عددها حوالي 1,000,000 زوج، إلا أنه لا يمكن الوصول لكيب إريزار بسبب وجود الجليد الطافي الدائم. في الماضي أصبح من الواضح أن الأمر ليس كذلك. كانت الطيور تغير مكان إقامتها باستمرار، وأحياناً لم تملك الوقت للانتقال لمناطق أكثر ملائمة. وأتساءل عما إذا كانت الأفراد هذه مختلفة عن الموجودة اليوم. ماذا تعتقد؟ أخبرني في التعليقات. أتريد معرفة حقيقة مثيرة؟ إنه بطريق إدري الذي صور على نظام التشغيل لينوكس الشهير. ذئب. لرؤية الاكتشاف التالي المثير، سيتعين علينا السفر لشمال غرب كندا، حيث عثر الناس على أقدم مومياء لجرو ذئب.
كانت مثالية رغم أنها ظلت في الجليد لأكثر من 57,000 سنة. وأظهر التحليل الأولي للجسم أن المخلوق مات بطريقة غير عادية، تم إغلاق مدخل كهفه فجأة وذهب الجرو إلى العالم الآخر بسبب نقص الأكسجين. لم يكن من الممكن اكتشاف بقاياه إلا بفضل ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى ذوبان المناطق. كما اتضح تم الحفاظ على بقاياه جيداً بشكل غير مسبوق، ومن الممكن فحص ودراسة الجلد والفراء والأسنان بالتفصيل فقط بحاجة العيون التي تصل للكمال. كلب قديم. عام 2018 أجرى علماء روس مع بعثة سويسرية حفريات مشتركة في سيبيريا. خلال أعمال التنقيب اكتشفوا شيئاً لم يتوقع أحد رؤيته أبداً، كان عبارة عن جسد حيوان مفترس قديم وخطير يشبه الكلب. أظهرت التحليلات الأولية أنه مات منذ أكثر من 18,000 عام. حدث ذلك حتى قبل أن يتم تدجين الكلاب. وبقدر ما هو معروف في هذا الوقت بدأت التغيرات الجينية تحدث في أجساد الذئاب القديمة والتي تسببت في أصل الكلاب. حتى بعد إجراء اختبار الحمض النووي لم يتمكن العلماء من تحديد ما إذا كان الحيوان ذئباً أم كلباً، ولكن كل شيء يشير إلى أن لدينا واحدا من أقدم الكلاب بالتاريخ اكتشفه الإنسان. توفي الجرو في سن 4 أشهر وظل سبب الوفاة مجهولا. سوف يلعب هذا الصغير في أيدي الباحثين، لأنه بمساعدته سيكونون قادرين على دراسة تاريخ أصل الكلاب بشكل أكثر شمولا. ربما هناك شيء لا نعرفه بعد. التنين. لنلقي نظرة على اكتشاف أقدم بكثير يبلغ عمره حوالي 110 ملايين سنة. اكتشف العلماء في كوينزلاند نوعاً جديداً من الديناصورات. يعتقد أنه بعيد عن كونه أكبر الأنواع، ولكن حتى هو لديه جمجمة يبلغ طولها متراً ويبلغ طول جناحيه 7 أمتار. رغم هذه الأجنحة الكبيرة تشير أدلة أخرى إلى أنه لم يكن متكيفاً بشكل جيد مع الطيران، مما يضيف ألغازاً فقط إلى التحقيق في هذه البقايا. من المحتمل أن التنين قضى معظم وقته على الأرض، وفمه الكبير للغاية يسمح له بسهولة الاستيلاء على أي فريسة تهرب منه. ما الذي يتبادر لذهنك حول طيور البطريق؟ سأسأل بطريقة أخرى، كيف يبدو هذا المخلوق في رأسك؟ ربما صغيراً ولطيفاً باللون الأبيض والأسود، ويجري على الشاطئ ويتخبط من جانب لآخر، صحيح؟ ماذا لو أخبرتك أنه قديماً كان يعيش ممثل لهذه الطيور البحرية يبلغ وزنه 150 كيلوغرام؟ لكي تفهم، هو أكبر بثلاثة أضعاف من البطريق الإمبراطوري الحديث. إنه الفائز بلا منازع في تاريخ مشاهدات البطريق الكبيرة. الشيء الوحيد المحبط أنه لم يكن من الممكن تحديد حجمه بدقة. الهيكل المجزأ يجعل من المستحيل القول أي شيء مؤكد، لكن يفترض أن هذا العملاق كان يبلغ طوله متراً ونصف على الأقل. وإذا أخذنا بالاعتبار أنه لم يكن هناك ديناصورات، حيوانات قليلة يمكنها منافسة هذه الطيور. مع ذلك فإن هذا يحيرني مرة أخرى، لأنه كيف يمكن لهذه المخلوقات القوية أن تختفي من على وجه الأرض؟ سوف يأكل من يريد. هذه العبارة مثالية لهذا الديناصور الضخم الذي عثر على بقاياه قرب كندا بأواخر القرن 20. يعتقد أن هذا الوحش قد يكون أقوى بكثير من تيركس، ذلك الحيوان التاريخي من الكتب والأفلام. قرر العلماء جعل هذه الأنواع أكثر ملحمية وتوصلوا إلى اسم يترجم إلى حاصد الموت. هذه إشارة واضحة إلى أنه كان يتمتع بقوة كبيرة ويهاجم الحيوانات العاشبة والمفترسة. يمكن قول إنه كان بقمة السلسلة الغذائية ولم يكن لديه أي أعداء تقريباً. لقد قرر بنفسه مصير الآخرين، ووفقاً لتقديرات العلماء كان طول الفرد الذي عثروا عليه حوالي 2.5 متر. كان طوله من طرف الأنف إلى الذيل حوالي 8 أمتار. كما كان لهذا المفترس أسناناً رهيبة حادة يبلغ طولها 7 سنتيمترات وفكين رهيبين. كان قادراً على الإمساك وعدم ترك حتى ديناصور آخر مساو له من حيث الحجم. بجانب هذا كان لدى الفرد الذي عثر عليه عدد من الميزات، والغرض الذي لم يخمنه العلماء حتى الآن،
مثلاً في الفك العلوي لحاصد الموت يوجد نتوءات عمودية، وكانت تجاويف العين ذات شكل غريب مع حواف منتفخة شديدة. الآن لنتحدث عن المدرع، ولكن ليس الثدييات التي تعيش اليوم، نتحدث عن أسلافها التي كانت بحجم سيارة. وجدت رفاتها في الأرجنتين عام 2020، وكانت مغطاة بالكامل بالصدفة، وتجاوز الوزن الإجمالي لها عن المعتاد عشرات المرات. متوسط طول هذه الأفراد بناء على البقايا التي وجدت 3 أمتار. كانت محمية بقشرة سميكة تتكون من صفائح عظمية مرتبطة ببعضها. كان للرأس أيضاً درع صغير مصنوع من نفس الصفائح. كان للذيل دفاع مماثل ممزوج بالمسامير للهجوم، في حين أن المدرع الحديث في حالة الخطر يتكور ويختبئ في الأدغال، فإن أسلافه البعيدة يمكن أن تقاوم وتلوح بذيلها كعصا شائكة. لنتحدث عن المخلوقات التي وجدت مؤخراً تحت جليد القارة القطبية الجنوبية. مخلوقات مجهولة للعلم. في فبراير 2021 قامت مجموعة بحثية باكتشاف مثير للغاية أذهل الجميع. على بعد 260 كيلومتراً من المحيط المفتوح، على عمق 900 متر تحت الجليد، وعند درجة حرارة ناقص 2.2 درجة مئوية في الظلام الدامس، نادراً ما تجد علامات لأي شيء على قيد الحياة. لكن العلماء من هيئة المسح البريطاني للقارة الجنوبية القطبية تمكنوا من العثور على كائنات مجهولة. كان الباحثون يعملون على الجرف الجليدي فليشنر رون الواقع في غرب القارة القطبية الجنوبية. لمعرفة تاريخها احتاجوا إلى رواسب القاع. أمر رئيس الفريق الجيولوجي جيمس سميث بحفر نفق عميق حيث يمكن أخذ هذه العينات. لذلك قام الباحثون بتسخين ما يقرب من كيلومتر جيداً بالماء الساخن، ثم قاموا بإنزال أداة أخذ العينات مع كاميرا الحركة لتسجيل ما كان يحدث، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على المواد من قاع البحر. استمرت الأداة في الاصطدام بصخرة ضخمة. فاجأ هذا الباحثين، خاصة عندما وجدوا مجموعة متنوعة من الحيوانات تحتها بدت مثل الإسفنج. لكن كان لدى العلماء أسئلة أكثر من قدرتهم على الإجابة. مثلاً، ماذا تأكل هذه الكائنات تحت سمك الجليد الذي لا حياة فيه؟ وكم من الوقت تم إخفاء هذا النظام البيئي عن أعين الناس؟ وهل هناك صخور مغطاة بالكائنات الحية أيضاً في مكان آخر؟ وصف العالم هيو جريفيث الاكتشاف بأنه حادث سعيد يؤثر على البحث المستقبلي. ليست هناك مصادفة. ويظهر أن الحياة البحرية في تلك القارة التي تتميز بمثل هذه الظروف القاسية هي أكثر إثارة مما كنا نعتقد. هذه أول مستعمرة لمخلوقات بحرية معروفة للعلم وجدت تحت جرف جليدي. يتعارض الاكتشاف مع المفاهيم التقليدية لما قد يسكن هذه الأماكن. للإجابة على جميع الأسئلة يحتاج العلماء إلى إلقاء نظرة فاحصة على الكائنات الحية، وللقيام بذلك عليهم إخراجها إلى السطح دون إتلافها. يعد هذا تحدياً كبيراً لأنه يتطلب أدوات خاصة أو طرقاً أكثر ابتكاراً لفحصها. في 2019 شرعت سفينة الأبحاث النيوزلندية آرفي تانغاروا في رحلة لمدة 50 يوماً عبر المحيط المتجمد الجنوبي وإلى شواطئ القارة القطبية الجنوبية. خلال هذا الوقت تمكنوا من رفع شيء غير عادي من أعماق القطب الجنوبي. وفقاً لأحد أعضاء فريق البحث، قاموا بإنزال المعدات إلى عمق 3500 متر، وأظهرت الكاميرا سطحا سفليا شبه هامد يذكرنا إلى حد ما بسطح المريخ. ولكن عند الفحص الدقيق اكتشف الباحثون كائنات حية لم يتم تسجيلها من قبل قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية. وتم رفع 12 دلوا من الطين من القاع إلى السطح، وتم العثور على كائن حي واحد فقط في هذا التراب. اعترف الباحثون بأنهم لم يستطيعوا تحديد الأنواع التي تنتمي إليها هذه الكائنات الغريبة الشفافة اللزجة، كما أنه من غير الواضح كم يمكن أن يكون عددها هناك. سلطعون هوف. اكتشف باحثون أمريكيون من جامعة ساوثهامبتون مخلوقاً رائعاً في القارة القطبية الجنوبية، سلطعون. لكن ما هو غير عادي في ذلك؟ سلطعون هوف هذا هو النوع الثالث من سلطعون اليتي المعروف للبشرية. تم اكتشاف أقاربها في عامي 2005 و2006. سلطعون هوف يمثل نوعاً ثالثاً جديداً من سلطعون اليتي، تم رصدها في وقت مبكر من عام 2010 بالقرب من الفتحات الحرارية المائية في منطقة إستريج
في سكوش استقروا عن كثب حول كل ينبوع ساخن، وقد تصل كثافتهم إلى 700 فرد لكل متر مربع الآن فقط. أكد العلماء من خلال التحليل الجيني أن هؤلاء الممثلين الذين يشبهون الدمى من القشريات ينتمون بالفعل إلى نوع جديد تماماً ومثير للاهتمام، ونشرت وسائل الإعلام اسم هوف. تم تكريمه تكريماً للممثل ديفيد هاسلهوف المعروف بالمسلسل التلفزيوني باي ووتش. حقيقة أن هذا السلطعون على عكس أقاربه في المحيط الهادئ لديه أثخن شعر على الجانب السفلي من الجسم. قام نيكولاي روترمان مؤلف الدراسة بمقارنتها بصدر الممثل المشعر. وفقاً له كان هذا هو الاسم الأول الذي خطر بباله. الاسم الصحيح لسرطان البحر هو كيوي تايليري. بالمناسبة لا يبدو سلطعون هوف مشعراً جداً لأنه يحتوي بالفعل على فرو خاص به. إنها الشعيرات الكثيفة الخاصة التي تكشط بها طعامها الرئيسي أي الحصائر الميكروبية حول الينابيع. تسمح لها هذه الشعيرات أيضاً بنمو البكتيريا على نفسها، والتي تقوم بشكل دوري بكشط نفسها وأكلها أيضاً. يوراجيسكا جيجانتيا. تعد مياه القارة القطبية الجنوبية أيضاً موطناً لمثل هذا المخلوق المخيف، وهي دودة طولها 20 سنتيمتراً ولها جسم بيضاوي بشعيرات ذهبية لامعة. يبرز سن حاد من فم هذا الوحش المصغر. لنبدأ بالشعيرات. وفقاً للخبراء له استخدامات عديدة. إنها تؤدي وظيفة الزعانف والأقدام الصغيرة للتحرك في الأسفل وحتى وظيفة الدروع. هل توافق على أن هذا أصلي ومريح تماماً؟ ما يمكن أن يكون خاطئاً بالنسبة للرأس هو في الواقع حلق مطوي والذي يتم إخفاؤه بعناية تحت الشعيرات. ولعل أسوأ شيء في هذه الدودة هو أنها لم تدرس جيدا. نظامها الغذائي غير معروف تماما، ولا يعرف العلماء بعد ما إذا كان حيوانا مفترسا أم لا. يرى معظم علماء الأحياء البحرية أن الدودة هي زبال، ولا عجب أن تحلل المواد العضوية صعب في المياه الباردة بسبب درجات الحرارة المنخفضة. لذلك يمكن اعتبار الدودة رابطا مهما في البيئة. السمك ذو الدم الأبيض. تعتبر الأسماك ذات الدم الأبيض ظاهرة فريدة حقاً في حيوانات العالم. هذه المخلوقات غير الأرضية التي يصل طولها من 60 إلى 70 سنتيمتراً تحير الناس. حقيقة أطلق عليها هذا الاسم لأنها على عكس جميع الفقاريات دماؤها ليست حمراء بل عديمة اللون. هذا لأنه لا يوجد بها خلايا الدم الحمراء والهيموغلوبين. يمكن أن يحمل دم هذه السمكة بدون الهيموغلوبين 10% فقط من الأكسجين الذي يتم نقله عادة بواسطة خلايا الدم الحمراء لأقرب أقاربها. للتعويض عن ذلك طوروا قلباً كبيراً ونظاماً وعائياً معززاً وقدرة على إنتاج بروتينات مضادة للتجمد تسمح لها بالسباحة في مياه القطب الجنوبي الباردة دون تجمد. يتعين على هذه الأسماك ضخ كميات هائلة من الدم لتوصيل ما يكفي من الأكسجين لجميع الأنسجة والأعضاء. سكوتوبلينس. سكوتوبلينس هي الحالة الوحيدة التي يبدو فيها المخلوق كما لو أنه أتى إلى الأرض من كوكب آخر. تم العثور عليها في أعماق كبيرة كيلومتر أو أكثر من ذلك. نظراً لأن حياتها في ظلام دامس فإنها تتمتع بجسم عديم اللون وأحياناً شفافاً تماماً. لها زوائد وهي عبارة عن أنابيب متضخمة بشكل كبير تبرز من الجسم. يوجد عدد كبير من المجسات حول فمها. بفضلها تقوم بمسح مستمر للقاع لتناول المزيد من الأشياء التي تعثر عليها. بالإضافة إلى أن هذه الكائنات الحية لا تمانع في أكل الجياف. لديها حاسة شم جيدة إلى حد ما، مما يسمح لها باكتشاف الجياف المتحللة في الظلام الدامس. تلعب هذه الكائنات دوراً مهماً في النظام البيئي وتفضل العيش في مجموعات. زنابق البحر. تم العثور على زنابق البحر أو الزنابق في مياه القارة القطبية. ينتمون إلى شعبة شوكيات الجلد. زنابق البحر عبارة عن جسم صغير تشع منه أشعة تسمى أذرع. تختلف هذه الكائنات عن معظم أقرانها من حيث أنها أكثر كثافة، ويمكن القول أنها أكثر زخرفة من غيرها. يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 20 شعاعا وليس 5 أشعة، وذلك في القطب الجنوبي. إنها مخلوقات متحركة تتغذى بشكل رئيسي على العوالق النباتية. الكائن 46B. الكائن 46B هو اسم الأخطبوط القاتل العملاق الذي اكتشفه العلماء الروس في بحيرة فوستوك تحت الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. إنه مخلوق كبير يشبه الحبار، طوله حوالي 10 أمتار. كما أن هذا المخلوق ذي العشرات من المجسات هو عدواني للغاية. يمكن أن يشل الضحية من مسافة 45 متراً عن طريق إطلاق السم القوي في الماء.
تأسست محطة الأبحاث في فوستوك في عام 1957 لمراقبة ودراسة النظام البيئي في تلك القارة. بعد سنوات اكتشف الباحثون القطبيون بحيرة بالقرب من المحطة تحت سمك الجليد الذي يبلغ عدة كيلومترات. وصلوا لسطح البحيرة في 2012 عندما اكتمل الحفر إلى عمق 3768 مترا. حدث اللقاء مع المخلوق المسمى 46B ما بين عامي 2012 و2016 دون تحديد تاريخ دقيق. قام هذا الكائن بمهاجمة الفريق أثناء الغوص حتى أنه اتخذ شكل إنسان. كان الغواصون على يقين من أن أحد زملائهم كان يسبح نحوهم. بمجرد أن اتخذ ذلك المخلوق شكله الحقيقي اتضح أنه الكائن 46B. تمكن أحد أعضاء الفريق من قطع أحد أذرع هذا الوحش، لكن ذلك كلفه حياته. بعد صراع يائس مع المخلوق المخيف، تمكن الفريق أخيراً من القبض على الأخطبوط العملاق وسجنه في خزان خاص. لقد قتل ما لا يقل عن عضوين من البعثة. رفع أعضاء الفريق الناجين الكبسولة الحافظة مع المخلوق إلى السطح، لكن السلطات حرمت العلماء من الاكتشاف العظيم وأخذت الوحش وشرحت للعلماء بوضوح أنه لا ينبغي لأحد أن يعرف شيئاً. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات أي مخلوق أثار إعجابكم أكثر. شكراً للمشاهدة، وراكم لاحقاً.